طيب بالنسبه للانترفال استيميشن، انا دلوقتي المشكله عندي في ان انا اعمل بوينت استيميشن ايه، ان انا باستيميت الترو بارامتر بتاع البوبيوليشن باستخدام رقم واحد بس، وانا ما اعرفش الرقم دوت هو قد ايه قريب من الريل بارامتر. احنا عرفنا ان هو ليها ديستريبيوشن، فممكن يبقى قريب قوي ممكن يبقى بعيد قوي، وبستخدم رقم واحد بس، فده مش احسن حاجه. فنقلنا لحاجه اسمها انترفال استيميشن. انترفال استيميشن ان انا بدل ما بدي رقم واحد بس باستميت بيه الترو بوبيوليشن بارامتر، بستخدم رقمين. تمام، الرقمين دول بيعبروا لي عن انترفال على اساس ان انا اقول ان الترو بوبيوليشن بارامتر ممكن يكون جوه الانترفال ده. طيب فعلشان اعمل الانترفال ده هطلع تو استيميتس للبوبيوليشن بارامتر، واحد اسمه الهاي استيميت وواحد اسمه اللو استيميت عشان يبقى انترفال. تمام، اللينث بتاع الانترفال دوت بيقول لي قد ايه انا بريسايس في ان انا استيميت البوبيوليشن بارامتر. معناها ايه؟ معناها ان انا لو الانترفال ده صغير معناها ان انا فيري فيري بريسايس. تمام، لكن لو الانترفال ده كبير فممكن معناها ان هو كبير فممكن الميو تقف اي حته في النص، فالبريسيجن بتاعه قليل قوي. وحاجه تانية انا لازم اقولها، انا قد ايه كونفيدنت في الانترفال اللي انا حاطاه ده. ممكن احط اكتر من انترفال، ممكن احط نفس الانترفال باكتر من كونفيدنس. تمام، خلينا نشوف احنا هنحسب ازاي الحاجات دي. الجنرال رول بتاعتنا ان انا في الاخر عايزه ايه؟ عايزه ان انا اقول ان الترو بارامتر ليتس سي ان هو المين مثلا، ترو بوبيوليشن بارامتر المين، عايزه اقول ان هو البروبابيلتي ان هو يكون ما بين سم لو نمبر وهاي نمبر مثلا بتساوي 0.95 دي بنسميها الكونفيدنس ليفل، ودي الحاجه اللي انا عايزه اطلع بيها في الاخر اللي هي ال L وال H، دول اللي انا عايزه احسبهم. تمام، فاحنا بنأسيوم او نشتغل على مبدا ان انا الكونفيدنس ليفل بتاعي او الانترفال بتاعي هيبقى عباره عن سم كايند اوف لو استيميت وهاي استيميت وميو في النص. اللو استيميت دوت هنقول ان هو عباره عن في بوينت استيميت عباره عن رقم ماينس مارجن اوف ايرور او بلس مارجن اوف ايرور. يعني هقول مثلا ان هي الميو هتقع ما بين رقم بلس مارجن اوف ايرور ورقم ماينس مارجن اوف ايرور. خلينا نشوف هو هيتعمل ازاي. تمام، طيب انا اللي معايا اوريدي حاجات ليها علاقه بالسامبل، انا عارفه ان السامبل سايز بتاعي او سوري السامبل مين السامبلنج ديستريبيوشن بتاعي ليه نورمال ديستريبيوشن، واقدر اعمل له ستاندرزيشن صح، فده اللي معايا. تمام، فاقدر اقول خلاص يبقى انا ممكن اقول ان البروبابيلتي ان السامبلنج ديستريبيوشن النورمالايزد او ستاندردايزد سامبلنج مين ديستريبيوشن بتاعي ان هو يقع ما بين التو فاليوز بتاعه الزي مثلا هيساوي كونفيدنس ليفل معين. تمام، اللي هو هنقول الكونفيدنس ليفل دوت هنساويه بواحد ناقص الفا. تمام، فكاني ايه يعني ده كده كاني بقول ان انا في الرسمه ديت عباره عن ان انا بقول ان السامبلنج المين السامبل مين بتاعي تمام هيقع ما بين الزد النيجاتيف زد الفا على 2 وزد الفا على 2. تمام، طيب الالفا على 2 دول احنا جبناها منين؟ لو انا بقول ان انا بدي الكونفيدنس ليفل انا اللي بحدده، الكونفيدنس ليفل انا محدده ان هو 1 ماينس الفا، فالاريا بتاعتي هنا لازم تكون 1 ماينس الفا. طيب يبقى التو تيلز دولت الاريا فيهم المفروض تكون كام؟ المفروض التوتال اريا بواحد، فواحد ناقص واحد ناقص الفا، فيبقى الاريا هنا بلس هنا الفا. سينس ان الرقم ده هو الرقم ده وانا عامله كده اوريدي، فمعناها ان انا وهو سيمتريك الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، فمعناها ان انا الاريا هنا الفا على 2 والاريا هنا الفا على 2. طيب يبقى انا لو عايزه الرقم ده اعمل ايه؟ انا معايا الالفا على 2 ومعايا الزد تيبل، اقدر اخش واجيب بالفاي انفرس اقدر اشوف الرقم ده بكام. تمام، فيبقى انا كده معايا رقمين اللي هما زد الفا على 2 ونيجاتيف زد الفا على 2. تمام، وبقول ان السامبل مين هيقع ما بين الاثنين دولت ببروبابيلتي 1 ناقص الفا. تمام، حلو قوي، بس انا اللي عايزاه في الاخر الترو بارامتر، الترو بوبيوليشن مين مش السامبلنج. فهعمل ايه؟ طيب انا معايا البوبيوليشن بارامتر هنا، اقدر ان انا اعمل شويه الجبريك مانيبيوليشن، اضرب في سيجما على روت ان وانقص من هنا نقص من هنا، هيطلع لي في الاخر بعد شويه الجبريك مانيبيوليشن ان انا اقدر اقول ان الترو بوبيوليشن بارامتر هيقع ما بين سم لو استيميت وهاي استيميت ببروبابيلتي 1 ماينس الفا فعلا، واللو استيميت بتاعي هو عباره عن البوينت استيميت بتاع المين ناقص سم ايرور مارجن اوف ايرور اللي هو عباره عن زد الفا على 2 في سيجما على روت ان، وير ان سيجما دي البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن او بتاعتنا والان دي السامبل. تمام، وبلس من الناحيه الثانيه بلس المارجن اوف ايرور بتاعي، فده كده الهاي استيميت وده كده اللو استيميت. واحنا جايين ده كرسمه هو عباره عن ايه؟ ان انا كاني بقول الاكس بار موجود في حته والمين ترو بوبيوليشن مين هيقع تقريبا في الانترفال ده، والانترفال ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكس بار ماينس حاجه واكس بار بلس حاجه. تمام، طيب يبقى الانترفال ده اللينكس بتاعه كام؟ اللينكس بتاعه هيبقى 2 في زد الفا سيجما على روت ان، لان انا بقول الانترفال بتاعي هو الحته دي بس. تمام، فهيبقى عباره عن 2 في الحته دي لان هو حوالين الاكس بار. تمام، طيب بس اجين
الجزء اللي احنا حسبناه دوت بعد ما حسبناه الاكس بار دي random variable. المين true population parameter مش random variable, true population parameter ثابت لكن الاكس بار random variable. ليه؟ لان هي معتمدة على السامبل اللي انا واخداها. تمام؟ فده من الباوندريز بتاعت الانترفل اللي هو low والhigh estimates بتوعي random variables. يبقى الانترفل نفسه على بعضه random variable. يعني ايه الانترفل random variable؟ يعني انا كل ما هران الاكسبرمنتيشن كل ما هعمل سامبل جديدة هيطلع لي انترفل مختلف, وجوه الانترفل دوت الترو مين يا اما هيبقى موجود يا اما مش هيبقى موجود لان هو ترو مين ثابت. تمام؟ يعني انا مثلا رنيت الاكسبيرمنت, مثلا في الاكسبيرمنت رقم 11 اخترت سامبل, السامبل ديت الاكس بار بتاعها طلع بعيد جدا عن المين والانترفل بتاعي ما فيهوش الترو بوبيوليشن مين اصلا. تمام؟ فالترو بوبيوليشن مين يا اما هيبقى موجود جوه الانترفل يا اما مش هيبقى موجود جوه الانترفل. طب البروبابيلتي اللي انا بقولها دي معناها ايه؟ البروبابيلتي اللي انا بقولها دي معناها ان انا لو رنيت الاكسبيرمنت عدد معين من المرات, مثلا اتسين ان انا رنيت الاكسبيرمنت او خدت سامبل 100 مره, عملت سامبلنج 100 مره وحسبت الانترفلز 100 مره, 95 انترفل من ال 100 انترفل اللي انا طلعتهم هلاقي جواهم الترو بوبيوليشن مين, بس في خمسه انا مش هلاقي جواهم. تمام؟ حلو. الرول دي انا اقدر استخدمها معايا زد تيبل, بس امتى؟ لما يكون الان عدد السامبل بتاعتي اكبر من 40 وانا معايا البوبيوليشن فاريانس. طيب افرض انا معيش البوبيوليشن فاريانس, لما عايش البوبيوليشن فارينس اقدر ابدلها بالستاندرد ديفيشن. هنقول الستاندرد ديفيشن ده بوينت استيميت كويس للبوبيوليشن بارامتر واقدر استخدمه فيها. طيب لو حصل ان السامبل اقل من 40 وانا ما عايش البوبيوليشن فارينس, اوكي, في الحاله دي الديستريبيوشن بتاع السامبلنج مين, السامبلنج مين ديستريبيوشن بتاعي مش هيبقى نورمال. تمام؟ هيروح لديستريبيوشن تاني جديد اسمه تي ديستريبيوشن. تي ديستريبيوشن شبيه بالنورمال ديستريبيوشن, تمام, بس مختلف. اوكي, التي ديستريبيوشن عشان اخش جوه التي تيبل في الحاله دي انا هيبقى استخدم تي تيبل, عشان اخش جواها واستخدمها محتاج ان انا اكون عارفه حاجتين, الفا و2 ان والفا على 2 سوري والان ماينس 1. الفا على 2 احنا عارفين بنجيبها ازاي, هي بتيجي من الكونفيدنس ليفل اللي انا بقرره اللي هو 95 99 ان سو اون. الان ماينس 1 دي عباره عن ايه؟ احنا بنعبر عنها بالديجريز اوف فريدم, هي في الاخر السامبل سايز ماينس 1. تمام؟ طيب التي ديستريبيوشن هو شبيه قلنا بالجاوسين ديستريبيوشن, كل ما بكبر السامبل سايز لما توصل لانفينيتي معناها كده ان انا وصلت للجاوسين ديستريبيوشن. تمام؟ ولقوا ان الديستريبيوشن دوت هو لقوا لما ان لقوا ان السامبلنج السامبلنج ديستريبيوشن بتاعي لو انا مش عارفه المين بتاعي لو انا عملت له ستاندردايزيشن هلاقي ان هو مش هيروح للنورمال, لا ده هيروح لحاجه جديده اللي هي اسمها التي ديستريبيوشن. تمام؟ وده شكل التي ديستريبيوشن الاريا بتاعته لما انا بخش في التيبل عندنا مثلا تي الفا وكي اللي كي ديت اللي هي ديجريز اوف فريدم اللي هي ان ماينس 1, يبقى انا كده بجيب الاريا اللي هي بتاعه الالفا اللي هي هنا. تمام؟ وبرده في واحد ناقص الفا تحت الكيرف هنا كده. تمام؟ زي ده زي اي كونتينوس ديستريبيوشن عرفناه قبل كده, probability density function عرفناه. تمام؟ طيب يبقى السمري بتاعتي لو انا معايا ان اكبر من 40 عارفه البوبوليشن فاريانس, يبقى في الحاله دي هستخدم الزد تيبل. مش عارفه البوبوليشن فاريانس لسه هستخدم الزد تيبل, بس هستخدم السامبل ستاندرد ديفيشن. لو لقيتها اقل من 40 ومش عارفه البوبوليشن فاريانس في الحاله ديت هستخدم التي تيبل. طيب خلينا ناخد مسائل. اول مساله انا هو عايز الكونفيدنس انترفل ومديني الستاندرد ديفيشن, تمام, بتاعه البوبوليشن. ما دام معايا الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن يبقى انا اقدر استخدم الزي تيبل على طول. طيب اول حاجه انا عايزه 95% كونفيدنس انترفل لما عدد السامبل 10 وعندي المين ب 1000. يبقى البروبابيلتي بتاعتي ده الرول, البروبابيلتي بتاعتي هحطها قدامي. انا محتاجه من الرول ديت اطلع ايه؟ محتاجه اطلع الزد الفا على 2, محتاجه اطلع 1 ناقص الفا اللي هي اوريدي عندي اللي هي 95, ومحتاجه اطلع السيجما اللي هو مديهاني وروت ان اللي هو مديهاني. تمام؟ الحاجه اللي انا محتاجه اطلعها هي الزد الفا على 2. طيب الزد الفا على 2 اطلعها ازاي؟ انا 1 ناقص الفا هي بتساوي 0.95, يبقى الالفا على 2 هتساوي 0.05 على 2 اللي هي 0.025. طيب اجيب الاريا سوري الفاليو بتاعت الزي اللي عندها الاريا كده ازاي؟ اخش جوه التيبل واشوف الرقم 0.025 دوت موجود فين واشوف الزد اللي بتكورسبوند لي, هلاقي ان الزد 1.96. تمام؟ يبقى انا كده الزد الفا على 2 بتاعتي 1.96 الناحيه البوزيتيف ونيجاتيف 1.96 في الناحيه النيجاتيف, ومعايا السيجما ب 20 والاكس بار معايا ب 1000 هو مديهاني, فاقدر اطلع على طول الانترفال بتاعي. طيب افرض انا نفس الكونفيدنس انترفل بس كبرت السامبل, لو انا كبرت السامبل it makes sense ان الانترفل بتاعي هيقل. تمام؟ ليه؟ لان انا لما بكبر السامبل معناها ان انا بقرب اكتر ل المين الترو مين بتاعي. تمام؟ في الحاله دي هعمل ايه؟ نفس الرول بالظبط بنفس الزد بتاعتي مش هغيرها, بس هحط ان بتساوي 25, هلاقي الانترفل بتاعي بقى مور نارو اراوند المين ده. ليه؟ لان انا كترت السامبل سايز بتاعي.
طيب لما عملت غيرت، لو انا غيرت الكونفيدنس انترفال وخليته 99% بدل 95%، في حاله ان انا خليته 99% معناها ان انا عايزه ابقى فيري فيري شور، او مش فيري فيري شور، انا عايزه ابقى كونفيدنت ان مين هيبقى موجود جوه الانترفال دوت 99% اوف ذا تايم. يعني انا 99% اوف ذا تايم الكونفيدنس انترفال اللي انا ممكن اطلع بيها هلاقي جواها المين. فعشان اعمل حاجه زي كده هتلاقي ان انا هضطر اكبر الانترفال بتاعي. تمام؟ ف لما اجي احسبها انا اول حاجه محتاجه احسبها الالفا على 2، في الحاله دي الالفا على 2 هتغير لان الكونفيدنس انترفال هتغير. فهاجي اقول الزد بتاعتي هتبقى عامله ازاي، انا 1 ناقص الفا هتساوي في الحاله دي 0.99، هجيب الالفا على 2 وهخش جوه الزي تيبل واجيب الفاليو بتاعتها اللي هي 2.58. تمام؟ هاجي احسب الانترفال هلاقي الانترفال بقى اوسع. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده نفس الكونفيدنس انترفال بس كبرت السامبل. اوكي لما اجي اكبر السامبل كل اللي انا هعمله هستخدم نفس القوانين اللي فوق بنفس الزي فاليو بس هغير الان بتاعتي. تمام؟ اخر سؤال، ايه الايفكت بتاع التشينج في السامبل سايز والكونفيدنس ليفل على اللينث بتاع الكونفيدنس انترفال؟ وده احنا قلناه ان انا لما بلاقي ان انا لو انا كبرت السامبل هلاقي الكونفيدنس انترفال بتاعي نارو، معناها ان انا في بريسيجن اعلى في الكومبيتيشن بتاع التروب بابيليشن مين. لكن لما بكبر الكونفيدنس ليفل معناه انا عايزه ابقى فيري فيري شور ان 99 من الكونفيدنس انترفلز هيبقى فيها التروب بابيليشن مين، يبقى انا بضطر اكبر الكونفيدنس انترفل. طيب سؤال اخير، ان احطها بكام لو انا عايزه اللينث بتاع الكونفيدنس انترفل بتاعي ويبقى 95% تبقى 40؟ طيب لو انا عايزه اللينث بتاع الكونفيدنس انترفال بتاعتي تبقى 40، يبقى انا محتاجه اشوف اللينث بتاع الكونفيدنس انترفال اصلا بيبقى بكام. احنا قلنا ان اللينث بتاع الكونفيدنس انترفال هو عباره عن 2 في الزد سيجما على روت ان. تمام؟ فاقدر اساوي 2 زد سيجما على روت ان بال 40 صح، واشوف الان بتاعتي بكام. فهروح معوضه ال 95% كونفيدنس انترفال احنا لسه جايبين الزد بتاعتها هي 1.96، فهعوض فيها اوكي وهطلع في الاخر الان ان لازم الان تقريبا تبقى 4. طيب سؤال تاني، ان انا في حد عايز يلاقي 99% confidence interval لو التري مين اللارج، اللي عايز السامبل سايز بتاعه يبقى كام لو هو عايز الايرور بتاعه يبقى within 0.1. تمام؟ ومديني البوبوليشن ستاندرد ديفيشن فاقدر استخدم الزد تيبل. طيب يبقى انا محتاج الاقي الزد، هجيب الزد ازاي؟ بان انا اجيب ال 99% ديت واسويها ب 0 بال 1 ماينس الفا واجيب الالفا على 2 واشوف الزي فاليو اللي تكورسبوند للاريا دي هلاقيها 2.58. طيب الايرور هو مديوني ب 0.1، احنا قايلين ان انا الايرور بتاعي هو عباره عن ايه؟ ان احنا قايلين ان المين كان بيقع بالسامبل التو مين، هو عباره عن سامبل مين بلس وماينس ايرور هتلاقيه في النص صح. فالايرور بتاعي كان عباره عن ايه؟ زد في سيجما على روت ان. طيب الزد بتاعتي اللي انا لسه جايباها فوق 2.58 والسيجما هو مديهاني ب 0.12، يبقى انا الان هي اللي ناقصه ومحتاجه اساوي الايرور دوت ب 0.1، هلاقي ان انا الان بتاعتي لازم تكون ب 10. طيب سؤال تاني، انا دلوقتي عندي 100 سامبل متاخده من الميه اوكي، وفي كونسنتريشن انا هقيسه ايا كان، وعايز وفي 95% كونفيدنس انترفال هو مديهوني، هو اتحسب وبلاقوا ان هو ما بين 0.49 و 0.82. اول سؤال بيساله ايه هو؟ لو انا عندي 99% كونفيدنس انترفال هعمله from the same sample data هيبقى longer ولا shorter؟ تمام؟ 99% كونفيدنس انترفال يعني انا عايزه ازود الكونفيدنس بتاعتي، فما دام هزود الكونفيدنس يبقى انا هقلل البريسيجن، هقلل البريسيجن يعني انا هلاقي ان السامبل الكونفيدنس انترفال بتاعي هلاقيه longer. طيب بيقول لك دلوقتي there is 95% consider the statement data هي صح ولا غلط؟ there is 95% ان the true population mean is between 0.59 و 0.82. this statement is not correct. ليه؟ لان احنا قلنا ال true population mean هو هيبقى يا اما جوه الانترفال يا اما مش هيبقى جوه الانترفال، يعني يا زيرو يا وان، هو موجود يا مش موجود، لان هو مش random variable، هو true population parameter ثابت. تمام؟ طيب 95% chance ديت معناها ايه؟ معناها ان انا actually المفروض اللي اقدر اقوله السنتنس الصحيحه ان انا اقدر اقول ان لو انا رنيت الاكسبيرمنت ديت او السامبلنج دوت عملتها 100 مره، لو انا كررت السامبلنج دوت 100 مره خدت 100 سامبل، 100 مره خدت سامبل سوري عددها سيطرتها 100 100 مره، ولكل واحده من ال 100 سامبل دول رحت حاسبه لهم الكونفيدنس انترفال اللي هو عند 95%. تمام؟ هلاقي ان انا 95، انا كده كاني عملت 100 confidence interval، هلاقي 95 من ال confidence intervals دولت هلاقي جواهم ال population mean، وده هيوصلنا للسؤال التاني اللي هو ال statement بتاعته is correct، لان انا لو عندي ال n بتساوي 100 random samples taken من ال water و 95% confidence interval computed عليها، ده مع لو ال process repeated 1000 time يبقى 950 من ال confidence intervals هي contain true value بتاع ال population parameter، وهي دي ال statement اللي فعلا correct. تمام؟ طيب
سؤال تاني بيقول لي ده دلوقتي عندي هميجر الاماونت اوف كارنت بتاع التلفزيون عشان اشوف البرايتنس ليفل، وخد سامبل ب 10 تيوبس ومديني المين بتاعها والستاندرد ديفيشن بتاعتها. تمام، طيب السامبل كده السايز بتاعها اقل من 40 ومش معايا البوبوليشن فاريانس او البوبوليشن ستاندرد ديفيشن، في الحاله دي هبقى هستخدم التي تيبل. طيب عايزه 99% كونفيدنس انترفال، يبقى اول حاجه محتاجه اجيبها التي فاليو. التي فاليو بتاعتي اجيبها ازاي؟ بنفس الطريقه اللي كنت بجيب بيها الزد فاليو. تمام، ان انا عندي واحد من الالفا هسويها ب 0.99 وهجيب الالفا على 2. محتاجه كمان اجيب الان ماينس 1، الان بتاعتي هنا ب 10 فان ماينس 1 ب 9، يبقى انا محتاجه اروح جوه التي تيبل عند 0.0059 ادي 0.005 اللي هي الالفا، والفي بتاعتي اللي هي الان ماينس 1 دي اللي هي ديجري اوف فريدم عند 9، هلاقي ان هي عند 3.25، يبقى انا التي بتاعتي 3.25. والقانون بتاعي هو نفس القانون بتاع الزد تيبل، اكسبت ان انا هغير الزد واحطها ب تي. تمام، واقدر اطلع الكونفيدنس انترفال. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعده بيتكلم على population proportion. يعني ايه population proportion؟ population proportion ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا مثلا let's say عندي population بتاع الستودنتس كلهم مثلا في الكليه عباره عن كام فيميل وكام ميل. تمام، وهاخد منهم سامبل كل شويه، وفي كل سامبل هحسب قد ايه منهم كانوا فيميل مثلا. تمام، وده يبقى البي بارامتر بتاعي. يبقى البي بارامتر بتاعي هو true population parameter، بيعبر لي عن قد ايه females موجودين في population. تمام، في الحاله دي وجوه السامبل هلاقي estimate point estimate للtrue population دوت عباره عن البروبورشن بتاع الفيميلز جوه السامبل اللي انا خدتها، اللي هي هنا مثلا let's say انا طلعت سامبل، السامبل ديت السايز بتاعها 25 مثلا وعباره عن لقيت 17 فيميل و8 ميل، فهلاقي ان البروبورشن البوينت استيميت بتاع البروبورشن في السامبل عباره عن 0.68 اللي هو 17 على 25. تمام، وكررت السامبلنج دوت اكتر من مره هيطلع لي ديستريبيوشن. اوكي، حلو قوي. المين بتاع الديستريبيوشن دوت هيطلع لي ايه؟ المين بتاع الديستريبيوشن هيطلع لي هو الترو بروبورشن بارامتر بتاع البوبيليشن. جميل، حلو قوي. طيب الستاندرد ديفيشن بقى بتاعته تبقى عباره عن ايه؟ عشان نحل الستاندرد ديفيشن دوت هنرجع ونراجع شويه على الباينوميال. ان انا الباينوميال عباره عن ايه؟ الباينوميال كان عباره عن التوتال نمبر اوف سكسسز في ا فيكس نمبر اوف اوبزرفيشنز. تمام، الباينوميال والبوبوليشن بروبورشن ار فيري كلوزلي ريليتد. ليه؟ لان انا ممكن اقول النمبر اوف سكسسز بتاعتي هو بيسكلي النمبر اوف فيميلز جوه السامبل بتاعتي. تمام، يبقى الباينوميال هو لو هو الاكس بيعبر لي عن الراندوم فاليو بتاعه الباينوميال، فالبروبورشن هي الاكس مقسومه على السامبل سايز او عدد الاوبزرفيشنز. تمام، طيب يبقى الديستريبيوشن بتاع p اللي هو البروبورشن هو عباره عن x which is a binomial random variable على n. تمام، فلو انا بتكلم في البينوميال راندوم فاريبل بالاكس بتاعتي 17 في السامبل، صح، ده عدد السكسسز اللي هم عدد الفيميلز. في ال p sampling distribution ال p بتاعتي هي 17 على 25 اللي هي x على السامبل سايز. طيب يبقى انا ممكن اعمل ايه لو انا عباره لو انا قلت ان السامبل البروبورشن بتاعتي كبارامتر هو عباره عن x مقسوم على ال n، فلو انا عايز احسب المين بتاع السامبلنج ديستريبيوشن اقدر احسبه من الباينوميال. ازاي؟ انا الباينوميال ديستريبيوشن بتاع x اللي هو عدد الفيميل او عدد السكسسز المين بتاعه كان np والستاندرد ديفيشن كانت روت np في 1 ماينس p، ده احنا عارفينها. السامبلنج ديستريبيوشن بتاع x على n بقى هو عباره عن ايه؟ ان انا هجيب كل مين والستاندرد ديفيشن مقسوم على n، يبقى انا هقسم المين بتاع الباينوميال ديستريبيوشن على n فهيطلع لي p اللي هو عباره عن الترو بوبوليشن بروبورشن. تمام، والستاندرد ديفيشن اقسمها على n عشان يطلع لي الفورميلا بالشكل ده. طيب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان انا لو رنيت السامبلنج اكتر من مره، تمام، وجيت احسب السامبلنج دوت لو رنيتها اخدت اكتر من سامبل وعملت نفس الحكايه عشان اشوف السامبلنج ديستريبيوشن بتاع البوبوليشن بروبورشن او بتاع السامبل بروبورشن، تمام، هلاقي ان هو هيروح لي انورمال ديستريبيوشن. النورمال ديستريبيوشن دوت هلاقي المين بتاعه هو عباره عن الترو بوبوليشن بروبورشن والستاندرد ديفيشن بتاعته عباره عن اللي هي الباينوميال ستاندرد ديفيشن بس مقسوم على n. تمام، فعشان هو برضو تبع السنترال ليميت ثيرم فاقدر اقول ان هو السامبلنج ديستريبيوشن بتاعه بيروح ناحيه النورمال ديستريبيوشن، واقدر استخدم الزي تيبل عشان اشوف ان انترفال استيميت ليه، والبوينت استيميت بتاعه هو بيسكلي السامبل بروبورشن. تمام، طيب يبقى الرول بتاعتي دي اقدر استخدمها امتى؟ لما يكون القوانين اللي احنا كنا فاكرينها بتاعه النورمال ديستريبيوشن هو بيروح ناحيه النورمال ديستريبيوشن امتى؟ اللي هو ان في لازم يكون اكبر من 5 وان في 1 ماينس بي لازم يكون اكبر من 5. تمام، والسنترال ليميت ثيرم بتقول لي ان انا هيروح لنورمال ديستريبيوشن واحنا شفناها كاكزامبل، يبقى انا في الحاله دي اقدر اعمل له ستاندردايزيشن، صح؟ فاقدر اعمل له ستاندردايزيشن في ان انا باخد البوبوليشن سوري السامبلنج بروبورشن بتاعتي وانقص منها المين واقسمه على الستاندرد ديفيشن اللي انا لسه حاسباه. تمام، ودي الزد بتاعتي الجديده، هستخدم نفس الرول بتاعنا اللي احنا قلنا الانترفال بتاعي لازم يكون الزد ما بين زد الفا على 2 ونيجاتيف زد الفا على 2، بس الزد هغيرها واخليها بتاعه البوبوليشن بروبورشن او
sampling distribution بتاع ال population ال sample proportions تمام، وواحد من الأسئلة دي الconfidence interval بتاعي، وهعمل شوية algebraic manipulation اللي احنا عملناه في نفس algebraic manipulation اللي عملناه في ال المين sampling distribution عشان اطلع في الاخر ان نفس القانون بالضبط، except ان انا هغير سيجما على روت ان اللي هي علشان تبقى الستاندرد ديفيشن بتاعة السامبلينج ديستريبيوشن بتاع البروبورشن السامبل بروبورشنز تمام. فهيبقى نفس القانون بالضبط except ان انا بدل ما كان عندي في المينز كان عندي هنا المين وهنا المين وهنا سيجما على روت ان وهنا سيجما على روت ان، هيبقى عندي هنا السامبل بروبورشن وهنا الستاندرد ديفيشن بتاعة السامبل بروبورشن تمام. يبقى في السؤال بتاعي اللي انا عايز احله هو مديني proportion، مديني ان انا عندي sample 100 وفي 27 فيهم found obese، فدي كده proportion سؤال proportion، وعايز 90% confidence interval على population proportion تمام. طيب يبقى انا كده معايا sample proportion بتاعتي 27 على 100، confidence interval بتاعي هيبقى 99%، المفروض هنا 99 مش 90 تمام، هيحسبه ان هو 99 فهحسب 1 minus alpha واحسب الالفا بتاعتي واستخدم الزد تيبل عشان اطلع زد الفا على 2 اللي هي 1.65. القانون بتاعي هيعمل ايه؟ ان انا هحط هشيل بدل كان الاكس بار هتبقى البي بار اللي هي 0.27 تمام، والستاندرد ديفيشن بتاعتي في الحاله دي هتبقى سكوير روت البي بار اللي هي 0.27 في 1 minus 0.27 على ان اللي هو السامبل بتاعتي اللي هي 100 واحسب الانترفال بتاعي. طيب سؤال تاني، ان انا عندي راندم سامبل 50 هلمت، ال 50 هلمت دولت هعمل عليهم شويه تيست والاقي ان في دامج فيهم 18، دي كده سامبل ودي كده بروبورشن من سامبل 18 منهم، يبقى انا كده بروبورشن سؤال. طيب اول سؤال بيقول لي انا عايزه 95% كونفيدنس انترفال على الترو بروبورشن بتاع الهلمت تمام. طيب يبقى 95% كونفيدنس انترفال يعني محتاجه الاقي الزد الاول تمام. هلاقي الزد ازاي؟ انا دلوقتي عندي هسويها ب 1 ماينس الفا وهطلع الالفا على 2 وهطلع الفاي انفرس بتاعتها اللي هي 1.96. البروبورشن بتاعتي اللي هو عندي سامبل بروبورشن كانت 18 على 50 اللي هي 0.36 تمام. عشان الاقي التو سايدد كونفيدنس انترفال يبقى هحط البي داش بتاعتي اللي انا لسه لاقيها ديت بلس اور ماينس الزد الفا على 2 في روت البي داش 1 ماينس بي داش على ان تمام، واسويها ب 1 ماينس 5 تمام عشان الاقي الانترفال بتاعي. هلاقي ان انا البوبوليشن بروبورشن هيبقى ما بين 0.227 و 0.493. طيب تاني سؤال عايز البوينت استيميت بتاع بي، وعشان استخدمه عشان اقول هاو ماني هيلمتس ماست بي داش عايز الان السايز بتاع الان عشان ال 95% كونفيدنت يبقى الايرور بتاعه اقل من 0.02. احنا قلنا الايرور بتاعي هيبقى فين؟ الايرور بتاعي اللي هو المارجن اوف ايرور اللي هو هنا اللي هو زد الفا على 2 في روت بي 1 ماينس بي على ان تمام. فهو عايز الايرور بتاعي اقل من 0.02 يبقى انا لازم ده اساوي دوت ب 0.02. مديني الكونفيدنس بتاعتي 95% يبقى محتاج احسب الزد الفا على 2 بتاعتنا اللي هي تطلع ب 1.96. يبقى انا معايا دي ومعايا البي بس معيش الان بس معايا الايرور، فاقدر اساوي كل ده بالايرور تيرم اللي هو 0.02 واطلع في الاخر الان بتاعتي. فهساوي الايرور تيرم 0.02 واطلع الان بتاعتي هيطلع 2213. اخر سؤال بيقول برضو السامبل عايز السايز بتاعها كام، ونفس الكونفيدنس انترفال اللي هو 95% بس عايز الايرور يبقى برضو اقل من 0.02 نفس السؤال بالظبط، اكسبت ان هو بزود لي جمله جديده هنا regardless of the true value of p. regardless of the true value of p دوت يعني انا مش مهتمه ان يبقى عندي point estimate للp، يبقى انا مش مهتمه بالسامبلينج point estimate اللي مطلوع اللي طالع لي هنا اللي هو 18 على 50 انا مش مهتمه بيه، لان هو regardless of the true value واحنا معتبرين ان البوينت estimate بتاع true value بتاعنا هو السامبل proportion وانا مش معتبره ومش مهتمه بيه. فده معناها ايه؟ لو انا مش مهتمه بيه معناها ان انا كاني بقول ان البوبوليشن proportion بتاعتي الدامج از ايكوال لاكي ان هو يحصل، فكاني بقول ان انا البي بتاعتي 0.5 تمام. ده معناها ان هو regardless انا مش مهتمه فهعتبرها ان هي 0.5 تمام. واحل نفس طريقه السؤال بي اكسبت ان انا هشيل البي داش، نفس السؤال بي نفس طريقه الحل اكسبت ان انا هشيل البي داش واحط بدلها 0.5 عشان اطلع الان بتاعتي ب 2401. طيب لو بنبص على linear regression تمام، فالرولز بتاعه linear regression اللي احنا خدناها، انا في linear regression بستخدم الكوفارينس تمام، وبستخدم الفارينس بتاعت الفاريبلز ان جنرال. الكورليشن احنا كنا واخدينها قبل كده، لو انا عندي سامبل وعايز احسب الكورليشن بتاعتهم ما بينهم وبين بعض فبحسبها بان انا بجيب الكوفارينس وبجيب الفارينس، بس ده السامبل فاحنا عشان كده بنقسم على n minus 1. فبقول بعرف منها هل الكورليشن دي معناها ما فيش ريليشن شيب ما بين التو فاريبلز ولا في ريليشن شيب، هل في سترونج ريليشن ولا لا تمام. طيب اللينير ريجريشن انا ببقى عايزه اعمله ان انا بيبقى عندي داتا بالشكل ده تمام، دي الداتا بتاعتي تو فاريبلز تمام، دي سامبلز تمام من الداتا، وعندي في علاقه ما بينهم يبدو ان في علاقه لينير ما بينهم وعايزه اوصف العلاقه دي.
عايزة اجيب line ال best fit line اللي يوصف لي ال relationship اللي ما بين ال purity ال y وال hydrocarbon level اللي هو ال x. واللي اقدر اعمل كده ان انا بجيب وبقول على اللاين بتاعي هو عباره عن y predicted، ده ال y prediction بتاعتي، هتساوي b نوت اللي هو basically ال intercept ال y intercept plus b1 اللي هو السلوب في x. طيب حسابي ال b1 وال b نوت هيتحسب ازاي؟ طريقه ان احنا طلعنا القوانين ديت كانت بتيجي ب ال differentiation تمام، بس اول partial derivatives ده مش علينا، بس في الاخر احنا طلعنا بالرول دي اللي بتابروكسيميت فيها ال b1 وال b0. ال b1 بتجيت ابروكسيميتد باي ان انا بحسب الكوفارينس ما بين ال x وال y تمام، وبعدين بقسمها على الفارينس بتاع x تمام. فالكوفارينس بتاع x و y هيجي منين؟ دولت سامبلز، هستخدم الرول بتاعه الكوفارينس اللي بتقول لي ان هي x minus x bar في ال y minus y bar على n minus 1، وفي الفارينس هعمل اللي هي x minus x bar كل سكوير على n minus 1. طيب الـ x bar والـ y bar عبارة عن ايه؟ هيبقى هنستخدم الـ estimate بتاع المين تمام، اللي هو الـ sigma y على n والسيجما x على n. الـ b root هتبقى عبارة عن الـ y bar minus الـ b1 في الـ x bar اللي هو المين. طيب الـ error residual معناها ايه؟ معناها دلوقتي انا هفيت line هنا كده تمام، الـ line دوت اكيد مش هجيب النقط كلها، فهلاقي مثلا النقطة دي بعيدة عن الـ line بفرق معين. الفرق ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفرق ما بين الـ y predicted والـ y true تمام. الـ y true وال y predicted اللي هي طلعت لي من اللاين، وال y true اللي هي اصلا السامبل بتاعه الداتا. فال residual او الايرور لبوينت i اللي هو ايرور رقم i عباره عن الفرق ما بين الترو وال prediction، وين ال prediction بجيبها من ان انا بعوض بال x sample جوه معادله اللاين اللي انا جبتها. طيب ال sum of squared error او sum of squared residuals من اسمها هي basically بعمل بجيب الايرورز تمام، بعمل لهم squaring وبعمل لهم sum. ليه بعمل لهم squaring؟ لان انا هلاقي ان ال difference اللي عندي ما بين ال y predicted والترو ممكن يبقى positive لو هي فوق اللاين، ممكن تبقى negative لو هي تحت اللاين، فهيكنسلوا بعض، فبشيل الايفكت بتاع ده بان انا بعمل له squaring. وهصم الايرورز دي كلها علشان اشوف التوتال ايرور عندي في البريدكشن بتاعتي ايه. linear regression ده واحد من الماشين ليرنينج مودلز البيزك جدا اللي مستخدمه تمام، ودي طريقة حسابه لـ 2 variables. طيب الـ error variance term أنا دلوقتي عندي اللي بيحصل إيه؟ إن أنا المفروض الـ data ديت ليها، أنا بقسيمن هي كأن ليها line حقيقي أوكي، والـ line دوت اتزودت عليه noise فخلت الـ samples ما تمشيش في line، وتبقى الـ sample عبارة عن فوق وتحت line تمام. فالـ noise اللي added ديت هي بعبر عنها عن الـ epsilon تمام. الـ epsilon اللي added ديت أنا بقرر بيها الـ error قد إيه في الـ predictions بتاعتي، لأن الـ points مش هت go through اللاين كلها. فالايرور بتاعي بيجي منين؟ الايرور بتاعي بيتحسب ان الفارينس بتاعه عباره عن السم سكويرد ايرورز على الn-2، سم سكويرد ايرورز اللي هي اللي فوق على الn-2، وان الn ديت اللي هي عدد السامبلز اللي عندي. طيب خلينا ناخد اكزامبل. انا عندي دلوقتي مديني داتا الx والy تمام، لكل x والy بتاعتها الداتا بتاعتي تمام، وعايز افيت سامبل لينير ريجريشن موديل يوزنج الميثود اوف ليست سكويرز اللي هي الميثود ما فيش غيرها اللي احنا خدناه، وعايز ان استيميت اوف الفارينس اللي هو بتاع الريزيدوالز او الفارينس الايرور تيرم اللي هو عباره عن سم سكويرد ايرورز على n minus 2. طيب اول حاجه عشان افيت السمبل ريجريشن موديل محتاج احسب البي 1 والبي نوت. البي 1 بتاعتي هي عباره عن الكوفارينس ما بين x وy والفارينس ما بين x والفارينس بتاع x، والبي نوت عباره عن المين بتاع y minus b1 في المين بتاع x. فانا ممكن اعمل جدول، الجدول ده عباره عن الx values والy values، وبعدين هنقص هحسب الاكس مين بره اللي هو عباره عن سيجما الفاليوز اللي موجوده هنا على العدد بتاعهم اللي هم 7، وال اكس واعمل سكويرنج للفاليو ديت اللي هي اكس ناقص الاكس مين سكويرد لان انا هحتاجها في الترم اللي تحت، وبعدين اعمل كولم كمان عباره عن الواي ماينس الواي مين تمام، ومحتاج اضرب الواي ماينس الواي مين في الاكس ماينس الاكس مين عشان احسب الترم اللي فوق تمام. وبعدين المفروض ان انا بحسبها يعني رو باي رو، وبعدين بقات وبقسم على n minus 1، وبقات دوت وبقسم على n minus 1، وهقسمهم على بعض. فخلينا نحسبها في x، لو انا حسبتها في x شيت بالشكل دوت ده الجدول بتاعي، فهمسك ان انا دي ال x ودي ال y دول هما اوريدي مديهم لي، هحسب ال x minus ال x مين. انا ال x مين انا حسبتها ازاي؟ رحت مجمعه ال values بتاعت اول كولم وقسمتها على العدد، وبعدين ال y مين عباره عن تجميعة ال values اللي في تاني كولم على العدد بتاعهم تمام، وبعدين قلت ال x minus ال x mean جبت كل x ونقصت منها ال value دي تمام، وبعدين عملت squaring لل x minus ال x mean فخدت ال value دي وعملت لها squaring تمام، فهيطلع لي عدد ال values دي تمام. محتاجة ان انا اصم ال values دي واقسمها على n minus 1، فانا هصم ال values اوكي، فهحسب الصم بتاع كل دول فهيطلع لي رقم هنا تمام، وبعدين محتاجة برضو احسب ال y minus ال y mean اللي هو في الترم اللي فوق، وهاخدها بعد ما احسبها هجيب الواي دي وانقصها من مين واحطها هنا، وبعد ما احسب الواي ماينس الواي مين الواي مين همسك كل نقطه هضرب الواي ماينس الواي مين في الاكس ماينس الاكس مين اللي هو الترم اللي فوق ده.
تمام. هضرب دي في دي هتطلع لي فاليو، هضرب دي في دي هتطلع لي فاليو تاني، ده الكولوم التاني. محتاجه ان انا اعمل لهم سميشن فيطلع لي ده. اوكي، وعشان اجيب الكوفاريانس بجيب دي واقسمها على ان ماينس 1 وبجيب دي واقسمها على ان ماينس 1 واقسمهم على بعض، فهيطلع لي الكوفاريانس مقسوم على الفاريانس عشان يجيب لي البي 1. فده الكوفاريانس بتاعي اللي هو عباره عن فاليو دي مقسوم على ان ماينس 1، والفاريانس بتاعي اللي هو عباره عن فاليو دي، الفاليو دي مقسومه على ان ماينس 1 ده الفاريانس سوري، والكوفاريانس بتاعي اللي هي الفاليو دي مقسومه على ان ماينس 1. هقسم الكوفاريانس على الفاريانس عشان يطلع لي البي 1 اللي هي نيجاتيف 0.03. طيب البي نوت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الواي مين اللي هو الفاليو دي ماينس البي 1 في الاكس مين، وهيطلع لي ليها البي نوت. تمام. طيب قال لي بعدها ان هو عايز يحسب السيجما سكويرد. السيجما سكويرد هتبقى عباره عن ايه؟ السيجما سكويرد عباره عن في السام اوف سكويرد ايرورز على ان ماينس 2. طيب عشان احسب السام اوف سكويرد ايرورز بجيبها ازاي؟ انا محتاجه السميشن بتاع الايرورز اللي هي الفرق ما بين الواي والواي بريدكتد سكويرد. طيب الفرق ما بينهم هعمله ازاي؟ انا دلوقتي عندي البريدكشن بتاعتي واي هتبقى عباره عن البي نوت بلس بي 1 في اكس، والبي نوت والبي 1 انا حسبتهم. تمام. فهبقى عندي الكولوم بتاع الاكس والكولوم بتاعه الواي. هحسب الواي بريدكتد. الواي بريدكتد هيبقى عباره عن ان انا بعوض بالاكس جوه المعادله دي وبطلع الواي بريدكتد. هحسب الايرور سكويرد اللي هو الفرق ما بين الواي والواي بريدكتد، الفرق ما بين التو كولومز دول واعمل لهم سكوير. وبعدين هصم كل ده هيطلع لي ده السم اوف سكويرد ايرورز، اقسمه على ان ماينس 2 اللي هي 7 ناقص 2 عشان يطلع لي السيجما سكويرد. طيب في اخر سؤال هو طالب ان انا ارسم السكاتر بلوت للداتا واشوف هل فعلا اللينير ريجريشن موديل ابروبريت للداتا ولا لا. فلو جيت لرسمت السكاتر موديل هلاقي الداتا شكلها عامل كده. تمام. فواضح ان هي اتس نوت اكشلي ا بيست فيت باللينير ريجريشن موديل. واضح كمان ان انا اقدر اقول كده ليه، بسبب لو انا حاولت اجيب الكورليشن بتاعتها اللي هي الار سكويرد هلاقي ان هي 0.2 قريبه من 0، فواضح ان هي اللينير ريليشن شيب بينهم از نوت ذات جود. تمام. ف it doesn't show a strong linear relationship. فانا مش linear regression might not be a good model علشان يمودل الداتا. طيب السؤال الرقم B، اوكي، استيميت المين بتاع التمبريتشر اوف for a temperature of 100 degrees Celsius. دي معناها انا بيسك عايز الواي بريدكتد عند تمبريتشر 1400. ليه احنا بنعتبرها ان هي كانها مين؟ لان انا اكشلي اللي بيحصل ان انا في البلوت اللي قدامي ديت، في الرسمه اللي قدامي ديت، في الرسمه اللي قدامي ديت انا عندي ده اللاين. تمام. اللي انا بعمل له البيست فيت. اوكي. والبوينتس بتتمحور يعني اتس ديستريبيوتد اراوند اللاين ده. تمام. فانا بعتبر ان اللاين اللي انا رسمه دوت يعدل مين فاليو. تمام. للبيوريت للديستريبيوشن بتاع الواي. تمام. عند كل اكس. اوكي. فعشان كده احنا بنعتبر الواي بريدكتد دي كانها المين. تمام. فعايز المين بروسيتي اللي هو المين واي اللي هو بيسكلي الواي بريدكشن بيزد للموديل اللي انا مستخدماه. تمام. عند تمبريتشر 1400 فهعوض بالبي 1 والبي 2 وال 1400 وهطلعها. وعايز الفيتد فاليو الكورسبوندينج تو واي 11.4 اند الاسوشيتد ريزلت. الفيتد فاليو معناها انا عايز الواي بريدكتد. تمام. للواي بتساوي 11.4، الواي عندها 11.4، الواي 11.4 دي كانت عند الاكس 1500، يبقى انا بعوض ب 1500 جوه البي الايكويشن بتاعتي واشوف هي هتبريدكت كام. تمام. وهو الترو فاليو بتاعتي هي 11.4. اوكي. وهشوف الريزيدوال ما بينهم اللي هو الفرق ما بينهم. طيب اخر حاجه انا هتكلم عنها ان بالنسبه للحسابات اللي احنا بنعملها ففي في الكالكوليتر حاجات كثيره اوريدي بيلت ان بتعمل حاجات هتساعدنا في الامتحان. في ان انا اصمم الكالكوليتر عشان افايند الفاي للزي اكشلي من غير ما ابص في الجدول، وان انا افايند الانفرس بتاعتها. اوكي. ان انا افايند الفاليو بتاعت الزي لاريا معينه اصلا. ممكن استخدم الكالكوليتر عشان احسب اللينير ريجريشن، بس ناخد بالنا ان انا الفاريانس والكوفاريانس يكون بيتقسم على ان ماينس 1. ممكن تدور عليها على الانترنت، وان انا احسب السامبل مين وان انا احسب السامبل فاريانس، بس برضه تتشك اللي هي بتطلعها مظبوطه. فدي هتساعدنا جدا في الامتحان.